على العشوائيات. كمان أطلق ليها مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أيضا أنه هيكون في اجتماع أسبوعي علشان يكون في متابعة بشكل مستمر لما يدور في هذه المبادرة الإنسانية الهامة. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة هامة جدا من كام يوم لمنطقة عزبة الهجانة علشان يشوف ويتابع سير عملية التطوير. حاجات كتير هنتكلم فيها بتخص هذا الإطار من خلال ضيفنا اللي منورنا دلوقتي في استوديو صباح البلد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، خبير استشاري البلديات الدولية. صباح الفل يا دكتور، منورنا في صباح البلد. صباح الخير على حضرتك وعلى الشعب المصري الأصيل كل المحافظات. دكتور حمدي، يعني احنا واحنا بنتكلم على قضية العشوائيات، العشوائيات في مصر كان ملف للأسف الشديد لسنوات طويلة جدا، يعني متروك ومهمل، وده اللي وصلنا للمرحلة اللي احنا كنا بنعاني منها قبل تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، واللي من أول يوم وهو بيضع ملف العشوائيات في أولوية اهتمام الدولة المصرية. في البداية عايزين نعرف المناطق العشوائية في مصر، ما هو تعريفها وكم عدد هذه المناطق لحد النهاردة؟ المناطق العشوائية هي المقصود بيها المناطق غير المخططة اللي نشأت بعيدا عن أعين الدولة ومقسمة لنوعين. النوع الأول فيه عشوائيات أمنة زي ما حضرتك ذكرتي في بداية المقدمة، وفي عشوائيات خطرة. عدد العشوائيات الأمنة في مصر بتقدر، ده طبقا لكلام القيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في احد المؤتمرات عام 2014، بتحدث ان 50% من مساحه مصر عشوائيه. يعني النهارده انا بنعيش على 7% من مساحه مصر، انا دلوقتي بتحدث عن 60,000 كيلو متر، منهم 30,000 كيلو متر مناطق عشوائيه موزعه لعده اجزاء، عشوائيات امنه وعشوائيات خطره. الحكومه اشتغلت على الملفين، وكان في برنامج الدكتور مصطفى مدبولي تم التحديد ان نهايه عام 2020 سيتم ازاله جميع ثم تطوير، لان طبعا المناطق العشوائيات الخطره صعب ان هي يتم تطويرها وهي موجوده في نفس المكان. وتم ازاله فعلا ما يقرب من 90%. مفهوم العشوائيات الامنه اللي هي المناطق غير مخططه، المناطق اللي مثلا بنلاقي عرض الشارع 3-4 متر وحد بيعمل برج 15 دور. هل دي نسبتها اكتر من المناطق الخطره يا دكتور؟ بالظبط. هو حضرتك المناطق غير مخططه عندنا 3,240,000 عقار مخالف، ده من ثوره ال 25 من يناير حتى هذه اللحظه فقط، دي على الاراضي غير الزراعيه. وفقا لوزاره الزراعه بتتحدث عن 1,900,000 حاله تعدي على الزراعيه، يعني اجمالا كده انا دخلت في 5,000,000 حاله تعدي خلال 9 سنين فقط. قبل كده ما عندناش احصائيات وبيانات رسميه من اجهزه الاداريه في الدوله، ده طبعا كان لضعف الجهاز الاداري الدوله سابقا ولفساد المحليات في الفتره الماضيه. طبعا كانت وزاره الزراعه بتتحدث ان مصر بتفقد في الساعه، ده طبقا للاداره المركزيه لحمايه الاراضي، مصر بتفقد كل ساعه 3 أفدنة ونص. في دراسه بحثيه بتؤكد اذا استمرينا بسبب السلوك السيء من بعض المواطنين، ما بقولش من كلهم، مصر ستفقد جميع الاراضي الزراعيه عام 2045. ولكن جاءت القرارات الحكوميه في مارس من عام 2019 اللي يا جماعه اللي هيبني على الاراضي الزراعيه او هيتعدى على املاك الدوله في حاجه اسمها نيابه عسكريه، لان قضيه الغذاء المصري هي قضيه امن قومي غذائي. ده الجانب الاولاني. الجانب الثاني حضرتك لما نيجي نتكلم عن العشوائيات الخطره، هي الناس اللي كانت ساكنه اسفل شيوط السكه الحديد او بجوار السكه الحديد، اسفل سفوح الجبال زي ما احنا شفنا زي الدويقه. بنتحدث الناس اللي ساكنه اسفل كابلات الكهرباء، واعتقد الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن والقياده السياسيه تحدثوا عن موضوع الكابلات الكهرباء، قالوا احنا هنشيل كابلات الكهرباء في المناطق العشوائيه القرى على حساب الدوله وليس على حساب المواطن. دي مفهوم العشوائيات الخطره. عدد العشوائيات الخطره كانت من عام 2008 من ايام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك لما انشا صندوق تطوير العشوائيات بالقرار رقم 305، كان عندنا حوالي 364 منطقه خطره. حتى هذه اللحظه تم ازاله تقريبا 322 منطقه خطره بتكلفه اجماليه 36 مليار جنيه. الدوله ماضيه في هذا الملف بقوه
وبتنقلهم لاماكن مخططه بتضاهي مدينه الشروق، مدينه العبور، مدينه 6 اكتوبر، فيها ملاعب، فيها تخطيط عماني سليم، فيها مساحات خضراء، فيها خدمات حكوميه. شفنا حقيقه اسمرات 1 و2 و3، ده جهد مشكور يعني، بوجه التحيه للحكومه في هذا الملف. ولكن يبقى هناك بعض التحديات يجب على الحكومه اخذها في الاعتبار بتصب اتجاه الاداره المحليه، لان انجازات الحكومه شغاله، عماله بتعمل مساكن ل احنا عملنا لغايه دلوقتي 497 الف وحده سكنيه خلال 4 سنين فقط من خلال وزاره الاسكان. في نفس التوقيت اللي الحكومه لها مجهودات في هذا الملف، في نفس التوقيت اللي بتظهر عشوائيات اخرى بسبب اهمال ملف الاداره المحليه من قبل بعض رؤساء الاحياء والمراكز والمدن، وهنقول في ضعف الرقابه داخل الاداره المحليه بسبب قله التكنولوجيا، بسبب عدم تدريب العاملين. واعتقد ان فساد المحليات تحدث عليه القياده السياسيه وتحدث عليه السيد رئيس مجلس الوزراء مرارا وتكرارا. مجهودات الحكومه بتحتاج الى حمايه ليها، الحمايه دي هتكون من خلال تشريعات قويه. التشريعات القويه اللي هي خاصه بملف زي ما حضرتك اشرتي، العشوائيات الخطره والعشوائيات الامنه في بدايه مقدمه حضرتك، لان ده ملف يعني بيهدد سمعه مصر الدوليه. ما ينفعش يبقى احنا 7000 سنه واحنا بنشوف دلوقتي العشوائيات متزايده بطريقه مخيفه جدا. وده الكلام اللي بياكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من لقاء. خليني اخد حضرتك دكتور حمدي لزياره هامه جدا من نوعها لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقه عزبه الهجانه. ازاي حضرتك شفت اهميه هذه الزياره في هذا التوقيت تحديدا؟ بالنسبة للزيارة أنا شايف إن هي يعني واحدة من الزيارات اللي تمت من خلال يعني من خلال القيادة السياسية أو من أفراد الحكومة على مدار الأعوام السابقة، وأعتقد إن هي يعني هي رسالة طمأنة للقاطنين في عزبة الهجانة، إن في حالة الإزالة لبعض المساكن مثلا هيتم تعويضهم وهيتم تطوير هذه المنطقة أيضا، مش لن يتم ازالتها بالكامل. انا شايف دي رساله طمانه ليهم، ويعني وبقول ان ال 27 محافظ يحزوا حزو القياده السياسيه وحزو السيد رئيس مجلس الوزراء، ولكن بكرر تاني يبقى التحدي. انا عندي تشريعات من خلال مجلس النواب امل تعديلها. يعني احنا زي ايه مثلا يا دكتور؟ يعني حضرتك انا شايف ان في انجازات حكوميه ما حدش يقدر يختلف على النقطه دي جدا، ولكن محتاجين حمايه لهذه الانجازات. بمعنى ايه؟ المشرف على المناطق العشوائيه سواء الخطره والامنه هم العاملين في الادارات المحليه. انا عندي 3,200,000 موظف في الادارات المحليه، نسبه ادخال التكنولوجيا فيها لا تتخطى 10%. ده واحد. بنقول لمجلس النواب الحكومه شغال، بس انتوا لازم تشتغلوا مع مجلس النواب. انا بقول رساله محدده للجان مختصه زي لجنه الاسكان ولجنه الاداره المحليه. هل هم مش شغالين؟ شغالين، بس في قوانين لم تنجز خلال الفتره اللي فاتت الدوره السابقه. عندي قانون البناء الموحد رقم 119 سنة 2008، أنا أعرف ناس كتير جدا شرفاء في هذا الوطن وكتير جدا من المواطنين عايزين يبنوا سليم، ولكن القانون فيه بيروقراطية وفيه تعدد الإجراءات. يعني النهارده عشان المواطن يطلع بس بيت مساح يعني مساح عدد أدواره 4 أو 5 أو 6، ده أقصى ارتفاع دلوقتي 21 متر 6 أدوار أرضي، لازم يعدي أو لازم يجيب موافقة 5 وزارات، بيتجه للإدارة المحلية وبتبتدي المخاطبات. عدي لي على وزاره الاتصالات شوف فيه الكابلات في الارض، عدي لي على هيئه الطرق والكباري اللي انت موجود فيها في المحافظه، وكل جهه بتطلب منه ملف كامل. انا كده يعني انا ببني حي سكني، ما ببنيش مبنى. والمسؤوليه بتقع على مجلس النواب. فاحنا بنقول لمجلس النواب هذا القانون معيب اللي هو القانون رقم 119 لسنه 2008، 6 سنين عدوا، مش عايزينهم يتكرروا في النقطة دي بالتحديد، لأن ده بيضيع مجهودات الحكومة، بيؤدي إلى زيادة المناطق العشوائية. وكمان بقول سرعة قانون الإدارة المحلية رقم 43 79، الحكومة يعني أي مشكلة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، عندهم مشاكل في الجهاز الإداري الدولي، عندهم مشكلات في ميزان المدفوعات، عندهم مشكلات في الميزان التجاري، ولكن احنا عندنا ثقافه في الدول العربيه في 22 دوله اغلبيتهم المواطن بيحاول ان هو يحمل الحكومه المسؤوليه الكامله. انا بقول الحكومه فعلا تتحمل المسؤوليه، ولكن مش لوحدها، الحكومه، قطاع خاص، منظمات المجتمع المدني، سلوك المواطن ذات نفسه، مجلس النواب، جهه احد الخمس اركان دي لو وقعت هيوقع الباقي.
فاذا كل هذه الجهات تعمل بالتوازي مع بعض. طب دكتور حمدي، يعني خليني اخد حضرتك لنقطه ثانيه هي ليها علاقه وثيقه بتطوير العشوائيات وهذا الملف الهام. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر بتطوير القرى الريف المصري ضمن مبادره حياه كريمه. عايز اعرف من حضرتك الى اي مدى بتشوف ان هذه المبادره الانسانيه وهي مبادره حياه كريمه بتضيف ل